اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. طبعا حضراتكم متوقعين انه لا حديث الا عن الصراع اللي حاصل دلوقتي ما بين الجيش الصهيوني واشقائنا في غزه وفي الاراضي الفلسطينيه المحتله، فبالتالي كل كلامنا وكل حواراتنا منصبه حول هذا الموضوع. والاكيد كمان انه احنا على شفا صراع اقليمي كبير قد يمتد في اراء بعض المحللين الى ما يشبه صراع القوى الكبرى اللي ممكن يقودنا الى ربما حرب عالمية ثالثة اذا ما اشتد هذا الصراع. لكن الاكيد الاكيد ان احنا امام مشهد عالمي يتغير، ده اللي ما فيهوش فصال. مشهد عالمي يتغير، قوى سياسية فيه بتناطح بعضها وبتحاول انها تكسب مساحات وبتحاول انها تثبت وتغير موازين القوى اللي كانت سائدة على مدى عقود طويلة. فبالتالي احنا امام خريطة سياسية جديدة ومشهد يتغير. ربما ونتمنى انه يكون لينا دور في هذا المشهد الجديد كلاعبين ومؤثرين وصانعين، مش نظل مشاهدين متفرجين كما كنا قديما. رحبوا معايا بضيفاي الكريمين اللي مشرفيني في استوديو اخر النهار، استاذ دكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس. اهلا وسهلا. أهلا دكتور، مشرف ومنور يا فندم. اهلا بك. ايضا النهارده يوم الايمن، الدكتور ايمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان في جنيف. مساء الخير يا دكتور ايمن، مشرف ومنور. اهلا بيك، سعيد ان انا موجود معاك النهارده. السعاده والشرف ليا بوجود حضراتكم معانا. دكتور ايمن الرقب، ولازم اقول بقى باسم العائله عشان افرق. نختلف او يختلف البعض ويتفق حول ما حدث من حركة المقاومة الاسلامية حماس يوم 7 اكتوبر، لكن الاكيد بحكم النتائج انه القضية الفلسطينية تم احيائها من جديد وايقظت بعد سبات عميق جدا، وقفزت الى مش صدارة بقى الوطن العربي، قفزت الى صدارة اهتمامات العالم. اولا متهيألي ان حضرتك متفق معانا دي ميزة كبيرة. ثانيا ازاي بقى نستفيد من هذه الميزة؟ يعني مرة أخرى تحياتي لك والدكتور أيمن ولكل السادة والسيدات المشاهدين والمتابعين. يعني أولا حدث يوم 7 أكتوبر أعتبره هو محاكاة كاملة لحدث 6 أكتوبر في التوقيت، يوم سبت، في عيد، في المفاجأة، في اجتياز جدار خط بارليف واجتياز جدار الفصل العنصري أو السمارت بورد اللي على غزة اللي كلف مليارات الدولارات وتم إنهاؤه في أقل من نصف ساعة، واللي كانت اسرائيل تتباهى فيه وأعطت النموذج هذا لدول في العالم كمان. صحيح. الفكره انه دوله نوويه انكسرت من مقاومه فصيل واحد من الفصائل الفلسطينيه، اختلف معه سياسيا او اتفق، ولكن كسر المقاومه، بالتالي انا معه طالما انه يقاوم باسم الشعب الفلسطيني. كويس. هذا واحد. اثنين، احنا اليوم نتحدث عن 10,000 شهيد. 10,000 شهيد حتى هذه اللحظه، جزءهم جزء تم احصاء وجزء بين الانقاض. في مشهد تمكنا طبعا كفلسطين من عفوا لم نتمكن من معرفة أكثر من 300-400 شهيد حتى ذي اللحظة، نتيجة أولا فقدان العائلة كاملة. يعني بنحكي عن 884 أسرة قتلت كليا، 55 طبعا أسرة لم يبقى منها شيء شطبت من السجل المدني. الأسر اللي 484 فضل طفلين، أب الأسر راحت كل، ولكن تحدث عن أسر دمرة، بالتالي في ثمن كبير جدا دفعناه مقابل أن قضيتنا تعود إلى المشهد. في غزة تدمر بشكل كامل بشكل ممنهج، شوارع طبعا خذ معها البنى التحتية، شبكات الكهرباء، شبكات المياه، شبكات المجاري، بنتحدث عن منازل، جامعات، مدارس، مساجد، كنائس، مستشفيات، يعني غزة كلها تدمر. دي اللي بتسمى سياسة الأرض المحروقة. بالزبط. انت مش بتستهدف أهداف، مش بتختار أكتاف، انت بتدمر كل شيء. بالضبط. وهذا بيعطيك كمان دلال انه 50% من المباني التي هدمت حتى اللحظة بين تهديم كل جزئي تعني انها غير قابلة للحياة. مزبوط. يعني غزة حتى نعيد بنائها كما كانت اقل تقدير محتاجين 10 سنين كما كانت. بخبر ربي. طيب غزة هذه اللي اليوم وصلت هذا الامر، كيف كانت قبل انفجار يوم 7 اكتوبر؟ كانت اكثر سوءا. انا ابن غزة، نسبة البطالة فوق المنطق، نسبة الناس اللي مسجلين للعمالة عشان يذهبوا للعمل في الصين، خارج جزء منهم خريجين جامعات 104,000، أخذ منهم 13,000، يعني فضل 104 لسه على الدور. في كل سنة عندنا خريجين، في عندنا 300,000 خريج بلا عمل، يعني متحدث عن نسبة بطالة حسب طبعا سجلات أكثر من 57%. هذا كله زاد بنسبة الفقر. حضرتك أنه يعني المواطن الغزاوي ما كانش عايش في نعيم قبل 7 أكتوبر، يعني علشان بالزبط. نحزن عليه، لا هو الوضع هنا سيء وهنا سيء، بس طبعا لازم قلوبنا تحزن على سقوط الشهداء. بالضبط، اكيد هنحزن، نحن نتحدث عن دمار صحيح، شعب كامل. صحيح.
والشعب يضغط باتجاه ان يترك غزة الى اي مكان اخر فيرفض، يقول اما ان نعيش احرارا او نموت كراما. يمكن بالمشهد الطبيعي ما شفناش تزاحم اصلا على الحدود بين مصر. صحيح. يعني اللي كان بتوقع كل الازاحة في الشمال قتلوا وهم في بيوتهم ما رضوش انزاحوا، ومن تتحرك من الشمال الى الجنوب لا تتجاوز 10% وجزء منهم قتل في الطريق. اذا هنا في منهج جديد في الجسم. انا بقول لك ابن غزة الشعب صلب والشعب رغم كل الألم، لأنه بنتحدث عن 16 عاما هو يذبح. نعم. فصنع منه شخصيات قوية جدا. يعني حتى يمكن أنا حتى أنا آسف المقاطعة، بس حضرتك بتشير لنا إشارة مهمة. المنطق اللي فيه مفارقة عجيبة، رغم الضرب والقصف والإبادة الجماعية الغزاويون ماتوا في بيوتهم. بالضبط. والجهة اللي بتضرب اللي بتقصف هم اللي مواطنيها بيفلوا على المطارات وبيجروا على الهروب من اسرائيل بحثا عن الامان في دول اوروبيه وامريكيه. يعني بص المشهد اللي فيه مفارقه. صحيح. ده هم دول الاولى بالهروب، دول اللي بيهربوا. انا استوقفني بصراحه خلال الحرب قبل 3-4 ايام كاريكاتير كان على جريده هارس الاسرائيليه، جايبين لك طفل قتلت عائلته في 2008. أي. اليوم كم صار عمره؟ 2008 يحكي عن 15 سنة. لو كان عمره 5 سنين صار عمره 20. كويس. اصبح مقاتل. نعم. ويريد ان يثر لاسرته اللي بده. يبقى هو الان بيزرع ايضا كراهيه جديده ستمتد الى اجيال اخرى 20 سنه قادمه. لانه انت قاعد بتقتل اليوم. انا بفضل طفل واحد زي الطفل علي هذا اللي طلع من امه الصحفيه، هذا سلام ميمه. احسنت. طب هذا العيله كلها ابيدت وشاءت الاقدار ان يكتشفوا ان هناك من هم تحت الانقاض، العيله كامله، عشان يطلعوا بس هذا الطفل علي. ثم تنهار الجدار على البقيه ويموتوا كلهم. سبحان الله. علي هذا اللي كان محاصر يومين تحت الجدار وشاف اسرته بتموت كلها، هل هذا سينسى اللي هو عمره اليوم 7-8 سنين، سينسى لو مع مليون عمليه سلام؟ لا، ده كده اسرائيل بتزرع مقاوم جيل من المقاتلين. وجيل من المقاتلين. يعني انت الفلسطيني في غزه وفي الضفه، بس في غزه اكثر. نعم. لانه غزه مغلقه بشكل كبير جدا. غزه بس لها منفذ واحد بتتحرك فيه العالم، معبر رفح، والمحدوديه محدوده، لانه هو حيجي على مصر. طبعا بعد هيك شو حيعمل؟ حيضطر يرجع على غزه ثاني. يعني ما بيقدرش يطلع يكمل، لانه لا فتحت له افاق عمل ولا فتحت له افاق انه ممكن يوجد حاله في اي مكان. جزء منهم بيطلع على تركيا وبيركب سفينه، زمان كان يطلع على ليبيا ويدف لفه طويله عشان يهاجر، وممكن يموت في البحر ياكل السمك، هو عشان يبحث عن خلاص. هو كبشر يريد ان يعيش. يعني اليوم مستوقفني ايضا واحد مستشار اسمه الياهو سيلفان، مستشار في مركز دراسات الامن القومي الاسرائيلي، بقول لك انه ما فيش واحد بريء في غزه. كل في غزة هذول يجب قتلهم وإبادتهم بكل الوقاحة. اليوم كانت نزلة قناة 14 العبرية. هذا يتحدث بهذا الاتجاه. وقبلها بكم من يوم واحد من الملتحين العامل حاله خخام يصرح بقتل كل الفلسطينيين. هل نجد إحنا عندنا حد بيحكي هذا الكلام؟ طب إحنا بنقول نحن ضد قتل المدنيين من كل الطرفين. طب أنا نفسي إسرائيلي واحد يقول أنا ضد قتل المدنيين من السياسيين. طبعا سيبك من الشعب، لأنه في الشعب برضه في ناس بعض الأصوات اللي بتقول لا، بس في السياسيين ولا واحد حتى الآن يقول أنا ضد قتل المدنيين من كلا الطرفين. فقط يصنفنا نحن القتلة وهم إيش؟ ملائكة وأبرياء. طيب. هنا أسمع رأيك يا دكتور برضه فيما فعلته أحداث يوم 7 أكتوبر في تغيير المشهد، وشايف إزاي تعامل العالم مع المجتمع الدولي. المجتمع الدولي. المجتمع الدولي أو العالم مع تطورات الأحداث خلال العشرين يوم اللي فاتوا. يعني تعقيب على الأقل دكتور أيمن، إن الحقيقة أنه دائما الأضرار النفسية للحرب ممكن تكون أسوأ على المدى الطويل. خلينا أقول لحضرتك أنه إحنا من خلال رصد الثلاث أسابيع قدرنا نقول أنه يعني فيليب لازاراني مثلا أمين الأونروا قال أنه غزة تحولت إلى حفرة من الجهنم. منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء العالمية كان لهم تصريح مهم جدا ان احنا وصلنا الى مرحلة الموت الجماعي. على مستوى التقارير الحقوقية اللي جت من داخل غزة من المنظمات الحقوقية بتقول انه في اكتر من 12 ألف طن من المتفجرات اتضربوا في غزة، يعني دي اكنها قنبلة ذرية صغيرة. 12 ألف طن. الى جانب استخدام القنابل الفوسفورية، الفوسفور الابيض اللي هي المحرمة دوليا. وسمعنا كمان كلام عن استخدامهم لغاز الاعصاب. المشكله غاز الاعصاب اعتقد ان هم بيحاولوا يركزوا فيها الانفاق اكتر في الفتره القادمه، يعني لان هي الاشكاليه للاجتياح البري فكره الانفاق. احنا ما بنتكلم دلوقتي عن اكبر مقبره جماعيه. دائما غزه بيضرب بيها المثل، اكبر سجن في العالم بقت اكبر مقبره جماعيه. احنا بنتكلم لو قلنا ان في 10,000 ميتين، احنا في ممكن 2 أو 3 تحت الانقاض دول ما اتحسبوش. ونيجي بعد كده بقى نشوف هناك تخاذل على المستوى السياسي، بمعنى ان القرار السياسي في مجلس الامن معطل
وقف اطلاق النار، رفض القرار المشروع القرار البرازيلي والروسي. تمام. طيب نيجي لتصريح مهم جدا لمستشارة الأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية. في 15 أكتوبر أصدرت تقرير مثير للجدل، قالت فيه إنه أركان الموت الجماعي لم تتوفر، أركان الموت الجماعي لم تتوفر، وبالتالي هي لن تفتح أو تشكل لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق في الأمر. كان ناقصها إيه؟ كان ناقصها الحقيقة إن هناك في ضغط من الغرب بشكل كبير جدا لمنع تمرير مثل هذه التقارير. يعني المنظمات اشتغلت على مدار 3 أسابيع للتأكيد، وسائل إعلامية، منظمات مجتمع مدني اشتغلت بشكل رئيسي جدا عشان تيجي في الآخر بضغط من الغرب عشان تحاول بشكل أو بآخر إن هي يعني لا تمرر هذا القرار. عندنا مثلا هنتكلم على Human Rights Watch، أكبر منظمة، هي منظمة أمريكية المفروض إن هي أكبر منظمة حقوقية. هذه المنظمة أصدرت على سبيل المثال 6 أو 8 تقارير. أول تقرير ليها بعد ما حدث في غزة قالت إنه من حق الشعب الحكومة الإسرائيلية والإسرائيليين إن هم يدافعوا عن نفسهم، لكن بعد ما اتضربت مستشفى المعمداني بدأ يتغير لأنه اتحط في موقف محرج، فبدأ يعمل نوع من أنواع التوازن الى ان وصلنا ان التقرير فعلا عملوا كده شويه توازن. لازم اصلا هيومن رايتس ووتش دي بالنسبه لي هذه المنظمه اللي احنا بنقول لها لها صبغه سياسيه، لكن كان غصب عنه سياسيه بامتياز، ليس لها صبغه سياسيه. لكن خليني اقول لك يا استاذ تامر، مصداقيته كانت على المحك بشكل كبير. هو ده ده انا بقول دايما المثل ده حتى من قبيل كانه اعتبره كاركتير، بس اعوذ بالله من هارتز يعني كاركتير عندنا هنا، انه زي هيومن رايتس ووتش على بعض الاشياء اللي تحصل في الصين وبتحصل في امريكا في المعتقلات وبتحصل في كذا وكذا كانها مش شايفه، وتيجي هنا تقيم الدنيا وتقعدها انا بتقول لك انه في ضابط كشر في وش متهم في يعني لا يا رجل خليني اقول لحضرتك يعني الفرق، حمرة الخجل حتى مش موجوده. الفرق ان هو مثلا ما بيتكلم عن ملف حقوق الانسان هو يعني في بعض الاطراف معنيه بيه، لكن هذا الملف العالم كله معني بيه، فكان لازم حفظ ماء الوجه الى حد ما. فاهم ازاي؟ يعني هو حفاظا على مش اكتر شويه كرامه او شويه مصداقيه له عمل التوازن. على المستوى الاوروبي على مستوى الشارع الحقيقه ان الحكومات الاوروبيه تعاملت بحزم شديد قوي مع المظاهرات. مثلا في المانيا تم القبض على اكثر من 126 واحد لمجرد ان هو تظاهر سلمي طلبوا فيه ان هو المجتمع الدولي يقدم الدعم الى، وكان السبب غريب جدا مع ان مظاهرات مؤيده لفلسطين طبعا. كان السبب انه انت تكدير للامن والسلم، مع ان في حريه راي وتعبير الدستور بيكفلها والماده 21 من العهد الدولي اللي بيحمي الحقوق المدنيه والسياسيه. أحسن. نفس الشيء في فرنسا قبضوا على 15 واحد. يعني معنى كده على المستوى الشعبي الحكومات ترفض بشكل كبير جدا ان يكون هناك، طبعا في الولايات المتحده الامريكيه بيحصل نفس الشيء. سويسرا وضعها مختلف شويه، سويسرا هي دوله فيها مجلس حقوق الانسان، سمحوا بمظاهرات محدوده بالامن معاها، يعني يبقى في حراسه وفي تشديد امني، ومش في كل الاماكن، في جنيف لان هي مقر المجلس الدولي لحقوق الانسان، وفي بازل، لكن رفضوها في زيورخ وبيرن. يعني معش تنظيم، لا هو هي ليها مغزى لانه ليها تركيبه سويسرا كده فيها جزء السويس الماني اللي هو جزء شويه فيه عدد كبير من اليهود، يعني هي ليها تقسيمه يعني امنيه كده ومؤامات سياسيه كمان هم بيعملوها، لكن هم الى حد ما يعني قبلوا الموضوع تحت ضغط بشكل او باخر. فالفكره هنا انه النهارده على مستوى الشارع هناك في تضييق هناك حتى على فكره حريه الراي والتعبير. طيب انا هرجع لك على فكره الشارع الغربي، بس كنت عايز اسال دكتور ايمن على فكره الحقيقه مش متخيلها قوي. احنا عارفين ان نتنياهو قبل 7 اكتوبر كان عنده ازمه سياسيه داخل اسرائيل، وبعض الناس شايفين ما حدث له في 7 اكتوبر، البعض قال انه ده كتب شهاده الوفاه لنتنياهو سياسيا، والبعض قالوا بالعكس ده اعطاه فوق النجاه انه يحشد ويقول ان انا المنقذ وان انا اللي هجيب حق اسرائيل ومش عارف كذا وكذا. اولا شايفها ازاي؟ ثانيا كيف يجرؤ نتنياهو الان على تدمير غزه والاجتياح وسياسه الارض المحروقه ولديه عشرات الرهائن اللي المفروض هو احرص عليهم من حماس؟ يعني اولا نتنياهو نعلم جميعا انه كان في وضع لا يحسد عليه في موضوع انه ازمه جديده، وهو يريد ان يحدث متغيرات في القضاء ويغير نظام الحكم بشكل نظام الحكم في دوله الاحتلال، ينهي المحكمه العليا ودورها وتدخلها في الحياه السياسيه، واطلق عليه هو الانقلاب القضائي من قبل المعارضه، وكانت يعني حتى شطح بعض المحللين بانه هذه نهايه دوله الاحتلال وأنه لعنة الثمانين عاما تعود مرة أخرى. تحدث عن ذلك طبعا يهود براك بشكل واضح وبتفاصيل، وتحدث طبعا أكثر من شخصية إسرائيلية بهذا الاتجاه.
ولكن انا في حينه لم اتفق مع ذلك، وقلت انه في لحظه سنجد هذا الكيان متجمع، لانه نتنياهو يعلم كيف يجمع هذا الكيان، انه بيبحث بالنهايه عن عدو. هو في فلسفه لنتنياهو متبنيها، هي فلسفه جي اف سبوتنسكي، وهو التي كتبت سنه 1933 تحت عنوان الجدار الحديد. هي تتحدث انه السكان الاصليين لن يقبل مع بك، لن يقبلوا صناعه سلام معك، فاذهب اصنع سلام مع الدول الجوار ثم سيقبل السكان الاصليين بما يعرض عليهم. وهذا طبعا هو ضرب نموذج بين اليهود، بين عفوا الهنود الحمر في امريكا والمحتلين اللي جاءوا احتلوا امريكا. مفهوم. نتنياهو تبنى ذلك، لذلك هو كان يسعى لتطبيق تطبيع مع كل الدول العربيه. المره الوحيده اللي كان بامكانها ان اكسر هذا الجدار بصراحه في عهد الرئيس السادات رحمه الله، ولكن احنا ما رحناش، او حسابات ابو عمر رحمه الله كانت لها حسابات اخرى، فما رحناش نكسر هذا الجدار. لو رحنا وكسرناه انا واضح الوضع اختلف. انا واضح انه رئيس السادات رحمه الله كان قارئ في هذا الاتجاه، يعني يعلم انه هذه فلسفه بيجن، لانه فلسفه بيجن كانت كان سيكسرها، انه هو حروت الليكود. ناتي الى نتنياهو، كان في ازمه، نتنياهو كان سيبحث عن خلاص اما في قطاع غزه او في جنوب لبنان من اجل ان يوحد دوله الاحتلال. كانت لدينا تقارير بصراحه كمتابعين سياسيين أن نتنياهو قد ينقض على غزة، أو يكون هناك طبعا في بيطلق عليه انذارات ساخنة أن غزة قد تنفذ عملية، ولكن لا أحد كان يتصور أن العملية بهذا الحجم. لا. وفي اجتماعات العقبة وشرم الشيخ أمام الأمريكان والسلطة الصين، الوفد المصري أبلغ الجانب الإسرائيلي والأمريكي أن هناك احتقان في الشارع الفلسطيني يجب أن ينفذ بمشروع سياسي. صحيح. وهذا المهم، أن أنت مطلوب مشروع سياسي، أما إهانة وحكومة يمنية وتعرية نساء في الخليل واعتداء عليهم، واعتداء على نساء القدس، واعتداء على واستباحات الأقصى، واستباحات الأقصى بالضبط، والإصرار على التهويد الأقصى، واعتداء على الشعب الفلسطيني وحصار غزة، هذا سيفضي إلى انفجار. خذوا بالكم أنه في الانفجار قادم، لكن لا أحد كان يدرك أن الانفجار سيكون بهذا الحجم بصراحة. صحيح. نحن كنا نعلم أن هناك حماس. طيب، سؤالي المحدد، هل هذا الفعل في 7 أكتوبر حاج شايفه انقاذ لرقبه او عنق نتنياهو السياسي؟ لا، دمر نتنياهو، هذا دمر. انهى نتنياهو سياسيا، لانه هي مش عمليه ونتنياهو سياسيا، لانه هي مش عمليه ونتنياهو يوحد حكومته ودولته. لانه جينيتس قال له انا حكومه مؤقته لحديث الحرب، بعد الحرب. بالك يا دكتور، راي المخالف بيقول لك انه نتنياهو كان محتاج شيء بهذا الحجم. لا، مش بهذا الحجم، عشان يعلن. ما هو في النهايه احنا متعودين انا اسف على بعض صواريخ المقاومة اللي بتروح اللي هنا وهناك، والتي لا تؤثر ولا تقتل أشخاص ولا تدمر مش عارف كذا، وكان طول الوقت خلاص أصبح المواطن الإسرائيلي يعني شبه معتاد عليها. فكان نتنياهو يحتاج إلى فعل بهذه الضخامة عشان يوحد الجبهة الداخلية ويقول إحنا في حرب حقيقية، لا مجال للمعارضين والمختلفين الآن. لو عملية واحدة ستستمر وقتل فيها 5 جنود لقام بذلك. مش عملية يقتل فيها فوق 1500 إلى 2000 ستكتشف التاريخ. هذه دولة بكل مقدراتها، جدار السمارت. لا خلاص، طلعت بالونة فارغة، وطلعت بالونة وتوقع على رجليها، وتطلب من أمريكا وبريطانيا يلحقونا، ويستدعي أمريكا وبريطانيا، والناتو بتحارب غزة العظمى، غزة اللي لو بصيت على الخريطة بالعافية بتشوف. تحاربها الناتو. اليوم غواصة نووية فرنسية وصلت، اسطول تسليح امريكا لا يتوقف، اسطول ومارينز وصل. صحيح. وسفينتين نقلتين سفن، وامريكا بريطانيا ياتي رئيس وزراءه ومعه اسلحه، يعني جاء بكل وقاحه. يعني نزل على تل ابيب وهو في طائره عسكريه تحمل سلاح، كل هذا يحارب في غزه، يعطي النووي. هذا دليل انه انا اعتقد انه اسرائيل هزمت يوم 7. يعني اليوم انا عجبني تصريح لموسى مرزوق، انا اختلف مع حماس سياسيا، انا فتحاوي، لكن في هذه المعركة أنا أتفق، لأنه هذا كرامة الشعب الفلسطيني. نعم. تخوضها أي تنظيم، لا لا لا، يعني لا أختلف. موسى مرزوق اليوم قال لو كان محمد الضيف يتوقع أن تنهار دولة الاحتلال بهذه الطريقة لأرسل 20-30 ألف مقاتل وصلنا الحيف، وأنا أتفق مع ذلك فعلا. لأنه أنت بتتحدث عن 300 واحد اللي استمر وظلوا، كمل 300 وصلوا منهم أكثر من 50 كيلو في عمق. صحيح. وطائرات موسعة بالظبط فيها كل المقاتلين، كان الوضع اختلف. هم 300 اللي فضلوا، يعني اللي شارك في العمليه. صحيح. 1200 رجعوا 900 بالغنائم. سؤالي قبل ما ارجع للدكتور ايمن، كيف يقتحم ويدمر نتنياهو ولديه رهائن المفروض هو الاحرص على حياتهم؟ انا اعتقد ان نتنياهو في مبرر عندك في في اليوم الاول اللي شكل على الحرب
تتحدث عن الحرب في غزة ولا عن الاقتحام والتدمير وسياسة الأرض المحروقة دلوقتي، وهو لم يحرر رهائنه بعد. هو لذلك هو في اليوم الأول لتشكيل الحكومة تحدثوا عن تفعيل بروتوكول هنبال في اليوم الأول. بعدين أنا يتحدث عن معلومة في يعني أناس ثانية واحدة، أناس حضر لنا الفيديو بتاع الثلاث رهائن، ثلاث سيدات المحتجزات اللي صادر اليوم، اللي بيوجهوا رسالة لنتنياهو من داخل الأسر في فلسطين. في عام 2000 تحدث يهود برك كان رئيس حكومة الاحتلال انا سانشئ السمارت ارمي. السمارت ارمي اللي هو بده ينشئ زلزكي بخبرات رسمي. سبق ذلك الصين انشات وحدات خاصة بها شريحة تتبع. حلو. شريحة تتبع بالسابق طبعا بالسابق كانت توضع قلادة، اليوم تنحط تحت الجلد عشان ما تنكشفش. المقاومة من خطفت قلعات شليط عام 2007 اكتشفت انه معها وحدة جي بي اس في قلادته. حلو. تم اخذها منه وعرفوا انه في قلاده بيتم من خلالها التتبع. لاحقا لما اختطفوا جولدن هادا دلوقتي يعني انه ممكن يكون في جي بي اس، هو في هو حكوا الاسرائيليين اصلا جولدن هادا. طب كانوا طلعوهم يا ريس، ما راحت. ما هو المقاومه بقول لك جولدن هادار اكتشفوا انه معاه شريحه تعمل بالنبض تحت الجلد. تم نزعها، هو لذلك قصف النفق اللي هم فيه. اكتشفوا لاحقا انه بتعرف في جهاز ممكن يجيب جهاز، لانه هذا صناعه الصين، جيب جهاز يعرف انه في موجات هنا ولا لا. خذوا الشريحه في عام 2014 واكتشفوا انه هنا في شرائح. المره هي الاسرائيليين هم اغبياء اصلا، هم دليل عنهم اغبياء انه وقعوا في ست ساعات. قال لك انه في 204 جندي عندنا وصلوا غزه لا نعرف منهم حي ولا حي، هذا في التتبع. اذا هنا ايش؟ هو سلم نفسه في التتبع. طيب اسمعوا معنا هذه الرساله اللي وجهتها ثلاث رهائن اسرائيليات لرئيس حكومتهم نتنياهو منذ قليل. נתניהו שלום, אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נוסעים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית בשביעי לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צהל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו. طبعا احنا فهمنا الترجمه، بس هي من الكلام واضح انها بتشتم. شتم قللت الادب يا امين؟ لا مش هتموتوا شجرات لحمه. ما انا عارف طبعا، بس احنا كده بتشتم الشكل مع الشين ودي لانجوج. الشين والخاء اتكرروا بعض دي مره. الشين والخاء انت عارف لما بيركبوا مع بعض بيعملوا شغل عالي يعني. وهو على فكره يستاهل كل خير يعني، حتى لو بتشتم يعني انت زعلان عليه. ما تشتم زي ما عايز. في النهايه ازاي قريت الرساله دي، ودي بتعمل ايه؟ ضغط سياسي على نتنياهو بشكل عامل ازاي؟ بالنسبه للمستقبل نتنياهو السياسي، اعتقد انه الفرصه الاخيره لي اذا قدر ان هو المخطط وان هو يقوم بعمليه الاجتياح البري، لو نجح فيها بشكل او باخر ممكن تنقذه سياسيا، ممكن تنقذه سياسيا لو قدر يسيطر على الفكر بتاعت شمال القطاع، وان هو يعمل عمق امن بشكل او باخر ويعمل حاله نزوع يعني 2.3 مليون يبقوا في جنوب القطاع. لو قدر يعمل دي اعتقد انه يبقى فيه كلام. لكن طبعا وهو حتى من تصريحاته واضحه جدا ان هو بيقول لن نتوقف ولن نتفاوض، لانه التفاوض معناه ان هو فشل ومعناه نهايته السياسيه كرئيس وزراء لاسرائيل وحزبه طبعا. مفهوم. بطبيعه الحال لا، ده ممكن كمان يروح للمحاكمات بالظبط. لكن انا دي وجهه نظري في المشهد، عشان كده هو متمسك بشكل كبير جدا وبيكسب وقت طبعا، وبيحاول بشكل باخر، لان هو هدفه الرئيسي دلوقتي هو يعني المختلف ان الضربه كانت جامده، لكن الاجتياح البري اصبح يعني. انا في الاول كانت قرايتي مختلفه ان ممكن زي كل مره ويبقى في مفاوضات والتدخل مصر تتدخل ويكون في نوع من انواع المفاوضات، لكن المره دي مختلفه. صح. لو انا شايف كمان ان هو مش بس بيطول وقت علشان يطول عمره السياسي ويحاول يحقق المخطط حاجه بتقوله، ده كمان في احلى مراحل الابتزاز السياسي دلوقتي للامريكا وللغرب طبعا. فلوس ودعم وتفويض مفتوح. صح. يعني ما كارت بلانش، مفيش حاجه احلى من كده. والامريكان ضد الحرب في تعطيل القرار السياسي والحقوقي. إيه؟ كمان ده ظاهر كمان في تعطيل القرار السياسي. صحيح. انه امريكا باستماته
اي مشروع، لن تمرر اي مشروع وقف اطلاق نار في مجلس الامن بالظبط. بالنسبه لا ده انا سمعت تصريح يعني عمري ما سمعته في السياسه، كان من مستشار في البيت الابيض الامريكي اول امبارح لما ابتدى الاقتحام وابتدى الغزو الاسرائيلي لقطاع غزه. القصف شغال من ايام طويله بس في اقتحام وغزو ابتدى من يومين، ف ولما قطعوا الاتصالات والكهرباء والكذا، فصحفي بيساله بيقول له يعني موقف امريكا من قطع الاتصالات وقطع لدرجه انه يعني احنا حتى مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. اي عاقل حتى لو متحيز في الرد يقول له والله احنا بنبدي قلق من اللي ممكن يحصل، احنا هنتواصل مع الحكومه الاسرائيليه نعرف هيعملوا ايه مش عارف كذا. قال له كده، قال له اسرائيل تفعل ما تراه مناسبا وليس لنا الحق ان نعترض وليس ولا نعطي الضوء الاحمر. ايه ده يا ابني، ده بتقول ايه؟ يعني ده بتقول ان احنا منبطحين ولا نستطيع حتى ان احنا نقول لهم بم. يعني الحقيقه غريب. كيف رأيت رسالة المحتجزات؟ أنا أعتقد رسالة المحتجزات هي رسالة لنتنياهو للضغط على نتنياهو. حتى الإعلام العبري تناول ذلك أن هذا ابتزاز لنتنياهو وضغط عليه لإنهاء صفقة تبادل الأسرى، لأنه خلال الأيام الماضية كان في محاولتين لصفقة تبادل الأسرى. صفقة تبادل الأسرى محدودة مع مدنيين وأجانب ووساطة مصرية وقوامهم تقريبا 50 مقابل إطلاق سراح الأطفال والنساء، واللي بنتحدث احنا رقمهم قرابة 192، لكن الاحتلال رفض بعد ما ابدا ليوني رفض. انا اعتقد هذا الضغط عليه للقبول على ذلك. العرض الثاني هو كله بكله، خذوا اسراكم كلهم اللي عندنا مدنيين عسكريين، شويه اسير المفروض في 7000 او 7000 اسير في السجون الاسرائيلي، لانه كان 6000 هم اعتقلوا 1000 جديد. أوكي. مقابل كل ذلك هلا في بعض الجهات الامنيه المستشارين لنتنياهو لجالنت الجداد قال لك اوكي مش مشكله افرج عنهم، احنا ثاني يوم بنعتقلهم معناش مشكله. ما هو دي انا الحقيقه اشكرك على اثاره النقطه دي، هنقفلها بس ونطلع لفاصل، لانه الحقيقه انا عندي حتى اشاره مش عارف كنت عايز اقولها لمين في صناعه قرار التفاوض. حتى لما كان اسمه ايه الجندي الاسرائيلي جلعتشليت بدل ب 1000 1000 وشويه اسير وقتها كان انتصار كبير للمقاومه. صحيح. وانتصار كبير للفلسطينيين انه بدلوا واحد ب 1000. بس انا الحقيقه قلت نفس الجمله دي، قلت انتصار شكلا مظبوط وعلى مستوى، لكن ال 1000 دول ربما ما يكملوش 48 ساعه مع اصابه. صحيح صحيح. جلعاد خلاص راح اسرائيل، 800 من ال1000 دول رجعوا المعتقل ثاني يوم، حد يقول لهم لا بس هيعتقلوا غيرهم. فنظريه التفاوض يجب، انا في رايي هو بقولها، هو لمن يهمه الامر او لمن يجلس على مائده التفاوض سواء من الفلسطينيين او من مصر او اي دول العربيه اللي بتساهم في التفاوض كوساطه، انه لازم في مقابل الاسرى يبقى في مكسب سياسي. ده رايي المتواضع. لا بالضبط. لكن نزل. فكره الاسرى لانه ما عنديش حاجه تمنع اسرائيل ثاني يوم انها تنزل تقبض على اضعاف وتعتقلهم. صحيح. يبقى انا خسرت كل شيء، خسرت. صحيح. ورقه الربحه اللي في ايدي. صحيح. فلازم يبقى في مكسب سياسي لا يمكن التراجع عنه من قبل. صحيح. الكيان الصهيوني. صحيح. اعتقد ده الدور المصري. مصر بتحاول الحقيقه انه في الفتره اللي جايه دي انه ما يكونش فيه ضمان على الاقل تكرار هذا الامر، انه يكون في حل سياسي دائم. وده اللي صدر في الحقيقه بيان مؤتمر السلام، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على انه يجب ان يتغير منظور المجتمع الدولي. صحيح. ونظرته ورؤيته للتعامل مع القضيه الفلسطينيه ان يكون هناك حل دائم، لانه بهذا الشكل احنا كل سنتين ثلاثه بيتكرر هذا الامر. الحدث كبير جدا، يمكن اسرائيل اتاثرت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري. نعم. والمستوى السياسي ايضا. اعتقد انه دائما بنقول ان التفاوض او السلام يحتاج الى القوه بشكل او باخر، وحماس قدرت ان هي تحط رجليها بشكل منطق القوة. عندما تهدأ الأمور أعتقد أن الدولة المصرية والمجتمع الدولي هيغير من رؤيته وطريقة تعامله بشكل أو بآخر مع القضية الفلسطينية بعد ما حدث. لأنه خد بالك هو وارد أن يتكرر، معنى أنه قدر أنه يحصل بهذا الشكل، وارد جدا أنه هو إلا يمنع تكراره أو كذا، إلا أن يكون فيه تطور سياسي أو حل سياسي يمنع تطور. بالنسبة دي نأجلها بعد الفصل. بالنسبة نتكلم فيها بعد الفصل. توقفنا قبل الفاصل عند كلمة وبالنسبة، فأنا عندي بالنسبة سؤال للدكتور أيمن وبالنسبة سؤال للدكتور أيمن كمان. بالنسبة لفكرة الاقتحام والغزو البري الإسرائيلي لغزة، رغم كل فارق الإمكانيات ورغم كل الآلة العسكرية المدعومة غربيا بالتكنولوجيا والأسلحة ولا كذا، لكن فكرة اقتحام المدن فكرة خطيرة جدا على الجيوش، وغالبا ما تكلفها فاتورة باهظة. هل إسرائيل على استعداد دفعها؟ اولا غزه كما معروف في منطقه ساحليه، لكن والساحليه سهله في الاقتحامات، لكن خلال السنوات الماضيه حولت المقاومه الى وعره من خلال الانفاق تحت الارض، وبالتالي اصبحت امر صعب. وفي حديث انه انفاق تصل الى اكثر من 40 و50 متر تحت الارض. أوف. يعني حاجه مهوله. بالتالي عمليه الامر بهذا الشيء يعني احنا مش قادرين نتصوره احنا صح. بالتالي الامر لن يكون سهل، هذا واحد. اثنين، الامريكان يخشوا وحذروهم من الحرب البريه واعطوهم نصائح
الخطه كانت الاولى في الاول الامر تقسيم غزه لخمس مناطق، ازاحه تم جزء جزء باتجاه الجنوب، خان يونس، رفح، الوسطى، غزه، الشمال، وبالتالي يكون بامكانه فصلها جغرافيا يدخل بذلك الامر. لكن لما جاء الامريكان وتدخل الوزير الدفاع الامريكي واوستن وتحدثوا وقرا الخريطه واجتمع معهم في الكابينت، قال لهم الافضل تقسيم غزه الى منطقتين، شمال وجنوب، وازاحه سكان الشمال باتجاه الجنوب هو في واد غزه. ايضا هذا محفوظ من الخاطر، يمكن استوقفني مقال لتوماس فريدمان في حينه قال الكتب في 16 اكتوبر، قال انا بنصح الامريكان ان ما حدث معكم في الفلوجه سيكون ما لعبه اطفال بما سيحدث مع اسرائيل في غزه. يعني ما حدث في الفلوجه لا شيء. طبعا نتيجه انه المدن وحتى الان السكان الاصليين مش قادرين يطلعوا رغم بشاعه القتل والتدمير والى اخره. الان حسب ما نتابع انه اصبحت في خطه جديده. الخطة الجديدة إطالة أمد الحرب، استخدام نموذج الكر والفر، دخول زي كما حدث اليوم الأمس. اليوم دخل في عمق 3 كيلو في نصف غزة في صلاح شارع صلاح الدين قطعه في منطقة سمنة سرين، قعد في المكان بيجي ساعتين، رجع تاني على انسحب مرة أخرى. هذا استنزاف قوة المقاومة، لأنه سلاح المقاومة هي يعني ما فيش عندنا لا أسطول بحري يجي ولا عندنا أنفاق تدخل لنا سلاح ولا شيء، السلاح الموجود عندهم سيحاربوا به. طيب حصل في كوسوفو انه استمر 73 يوم القصف، بعد كده انهارت المعسكرات وانهار الجيش. اليوم الخطه الامريكيه اللي طبعا اقنعوا الاسرائيليين فيها انه انت افضل اضرب قصف جوي مستمر في غزه، ارهق الناس وجر المقاومه كل شويه لاشتباكات. صحيح انه في ثمن حتدفع بس ثمن بسيط مفهوم. بس لو دخلت المدن في ثمن كبير سيدفع، بالتالي انت هنا مع شهر شهرين ثلاث استنفذ ذخيره المقاومه، بامكانك ان تنقلب بكل سهوله. مفهوم. دكتور ايمن، بالنسبه نقطتين، بالنسبة للكلام اللي حضرتك قلته عن احتقان وغضب ومظاهرات خرجت في كتير من عواصم الغرب وشفناها، يمكن انا شفت السبت مش اللي فات ده، السبت اللي قبله اكبر مظاهرة في لندن كانت تقريبا حوالي 250 الف واحد، جابت شوارع لندن كلها بلاد عربية ومعهم انجليز وكذا وكذا. ازاي ده بيشكلش ضغط على حكومتهم؟ يعني بنشوف فرق كبير ما بين انفعال الشارع وغضب الشارع وانحيازات الشارع والكلام الجامد المنحاز للحكومات. شفنا الراجل اسمه ايه، رئيس الوزراء البريطاني بيضحك طول الوقت بدون لازمه، ده الدنيا كانت ولعه عنده في شارع لندن، وجي هنا قال كلام، قال نحن ننحاز تماما ويستند تماما مع اسرائيل، واسرائيل هاز ذا رايت اسمه ايه؟ تسوناك، وهاز ذا رايت تو ديفند اتسلف، دفاع مش عارف ايه عن حقها في الدفاع عن النفس. ما فيش اعتبار لراي الشارع في القرار الغربي؟ هو وجهه نظري انه الضغط شديد، يعني احنا النهارده لو في مظاهرات هتطلع وهيعمل توازن، عنده القدره بشكل كبير جدا انه يعطي المساحه برضه لليهود والاسرائيليين ان هم يتحركوا بشكل كبير جدا. لكن النهارده في اله اعلاميه كبيره جدا بترسخ في عقل المواطن الاوروبي، يعني هو بيعتبر ان هو معاه الجزء الاكبر، الجزء اللي قدر يغسل دماغه، الجزء اللي من خلال وسائل الاعلام قدر يوصل له الصوره انه حماس ارهابيه وان فلسطين ان الفلسطينيين المفروض ما يعيشوش في الارض دي وان الارض دي لاسرائيل. هو معاه الغالبيه الاكبر، ما عندوش مشكله في هذا القرار، لكن ان هو يسيب مجموعه انهم ينزلوا، وبرغم كده هو متخوف من الشارع. يعني هو ساب الموضوع في انجلترا، بس في فرنسا والمانيا الوضع كان مختلف. صح. يعني هم متخوفين بشكل كبير جدا حتى مع محدوديه المظاهرات في حاله من القلق. الغريب في الموضوع ان هم دايما بيتكلموا انه هنا مثلا مفيش حريه راي وتعبير، والنهارده مفيش حريه تظاهر، كانوا مثلا في مصر النهارده لما طلعت مظاهره في فرنسا وانجلترا من 200 300 في انجلترا عفوا في فرنسا والمانيا 200 300 واحد حصل لهم حاله من الذعر، لان هو يتخوف بالذات في فرنسا هو عنده مثلا 6 مليون عربي، جاليه كبيره جدا. صح. واخطا بشكل كبير جدا عندما لم يصوت او استخدم الفيتو بشكل او باخر في القرار، فهو حاول مثلا ماكرون هو يعمل نوع من انواع التوازن، لكن هو بيعول بشكل كبير جدا على فكره ان هو معاه الاغلبيه. طيب في ثانيه واحده، فكره بقى ملف حقوق الانسان، خصوصا انه يمكن بعد 7 اكتوبر مباشره كان كل الناس بتتكلم عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها والانتقام لما، لكن بعد المجازر اللي ارتكبتها اسرائيل خصوصا مستشفى المعمداني اللي ما كانش فيه اي تبرير ولا اي نوع من انواع الشرعنه لهذه القصه، حتى غربيين قالوا مش قادرين نمنطق اللي عملته اسرائيل ده. هل ده يمكن استفاده منه، يمكن استعماله، ولا برضو اسرائيل تفعل ما تشاء؟ خلينا نقول لحضرتك انه
مجلس حقوق الانسان هو اكبر منظمه تتابع اوضاع حقوق الانسان في 193 دوله. القرار الحقوقي معطل لان القرار السياسي معطل، لانه بيمشوا مع بعض بالتزامن، لكن احنا عندنا حاجه حصلت في 20. هم المفروض يمشوا مع بعض بالتزامن، المفروض يعني، بمعنى لو النهارده. لا انا بسالك سؤال محدد اهو، انت بتقول دلوقتي معطل عشان القرار السياسي معطل. بالظبط. انا سؤالي هل المفروض يمشي مع بعض بالتزامن؟ يعني انا متهيألي حقوقي ده هو اللي جاي عشان يراقب السياسي، آلية مش عشان يمتثل. انا بتكلم على الامم المتحده له. الاليه بهذا الشكل لان هو مجلس حقوق الانسان بيتبع بشكل كبير بشكل مباشر مجلس. طب خلاص، طيب خليني اقول لحضرتك بس في حاجه ايجابيه. في 2021 في لجنه تقصي حقائق وتحقيق تشكلت الحقيقه من مجلس حقوق الانسان، وكانت مختلفه ان ما لهاش اطار زمني. في 2014 وفي 2009 كان ليها وقت. حلو. اللجنه دي الحقيقه مستمره في العمل بشكل كبير جدا. حتى 2021 لو تتذكر المندوب اسرائيل في مجلس الامن ده قطع الورقه لو تفتكر. أيوة صح، ورماها في 2021. فالفكره انه اللجنه دي شغاله، والحقيقه شغاله بحياد شديد جدا، ولسه مقدمه تقرير لمجلس الامن عمل حاله من البلبله وعمل غضب اسرائيلي، والولايات المتحده غضب بشكل كبير جدا. لا ما نتمنى بقى انه في الفتره اللي جايه يكون في دعم عربي لمثل هذه. طب انا اتمنى الحقيقه عندنا، انا اتمنى يا دكتور يبقى في دعم عربي للرجل اللي انا شايف انه هيوحشنا قريب، في حاجة اللي هو جوتريش. صحيح، انطونيو جوتريش هيوحشنا قريب. انا بقول لك لو ما سندهوش ده خلاص، ده انتحر سياسيا. على فكره هو هجم بشكل كبير جدا، بقول لك مش هتشوفه. وبعد ساعتين كمان ان هو يغير كلامه ده صعب. خلينا اقول لحضرتك انه احنا عندنا في من 120 ل 130 دوله اعضاء في الامم المتحده، عند في الجمعيه العامه عندهم القدره ان هم يضغطوا بشكل او باخر. مهم جدا ان احنا يتم استثمار هذه التقارير ويكون في دعم، لان الدور العربي والاقليمي غائب بشكل كبير جدا. الدوله المصريه هي ما تقوم بهذا الدور بشكل فردي الحقيقه. شرفتني ونورتني يا دكتور، ونلتقي قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ايمن، ونلتقي قريبا. وطبعا كل قلوبنا ودعواتنا مع اشقائنا في فلسطين. شكرا. النصر والثبات والعزه لهم وللعرب دائما. شكرا جزيلا لحضراتكم.